نطلب من الجهات ذات العلاقة مساعدتنا حتى نشكل فريق للتخلص من مرض الكوليرا، مطلوب من صحة البيئة أو البلدية، ردم الشوارع، شفط المياه الموجودة في الشوارع. تم استقبال أول حالات الساعة 2:30 فجرا يوم الخميس 13 أكتوبر، وكانت من نفس العائلة. كان أول ما وصلت 7 حالات وتوفوا 3 حالات، والصباح الساعة تقريبا 9 ماتت حالتين برضو من نفس العائلة.